لو الحكاية فيها إن فيديو. الحلقة 12 هنتكلم عن واحد في الفترة الأخيرة كان بيتهاجم مع إنه طول عمره بيلعب خط وسط ومهاجم. بدأ حياته ناشئ في نادي الترسانة، وكان معروف عليه الأدب والحرفنة والأمانة، ولأنه كان لاعب حريف وممتاز ضموه للفريق الأول ووصلهم للدوري الممتاز. وكان عاشق للشبكة ويقول دي هي اللي بتندهلك، وعشان كده اشتراه النادي الأهلي وشارك معاه في كل الماتشات وحقق نجومية بين الصبيان والبنات. ما هو ساحر ومراوغ، وفي الملعب ده دبان والناس بيشبهوه.